سلامة الإطارات أحد أهم متطلبات السلامة على الطريق، لأنها الرابط الوحيد بين المركبة والطريق، كما أنها تحمل وزناً يعادل وزنها 50 ضعفاً. فحص سلامة الإطار تتطلب التحقق من عدة أشياء، كالتأكد من أن ضغط الهواء بداخل الإطار متوافق مع الضغط الموصى به من قبل الشركة المصنعة للمركبة. الضغط المنخفض قد يتسبب في حدوث أضرار للمركبة عند السير على الطرق غير المستوية، بينما الضغط المرتفع يقلل من مسافة سير الإطارات لما قد يصل إلى 10,000 كيلومتر عند زيادة الضغط بنسبة 20% عن الموصى به. ينبغي للسائق أيضاً فحص الإطارات للتأكد من خلوها من التشققات أو الضرر، والتحقق من عمق الخطوط التي في منتصف الإطار للتأكد من عمقها وتغييرها إذا وصلت لعمق 1.6 ملم أو أقل، لأن ذلك يؤثر في قدرة السائق على التحكم بالمركبة وثباتها على الطرق المبللة. أحد الطرق البسيطة لفحص العمق هي وضع عملة نصف الريال المعدنية في داخل الخط ورؤية هل يظهر الصفر أم لا. إذا لم يظهر فهذا يعني بأن العمق سليم، بينما ظهوره يعني بأن الإطار بحاجة إلى تغيير. وأخيراً يجب التأكد من سلامة ترصيص الإطارات وضبط محاول المركبة عند المختصين للتقليل من الاهتزازات التي تضر بالإطارات. في أمان الله.